من مصر أرض الكنانة بلد النيل والحضارة أحييكم، أهلا بكل متابعية ومشاهدية من خلال قناتنا على اليوتيوب. معكم الدكتور يوسف أوضة، أخصائي طب أطفال وحديث الولادة، في حلقة جديدة من برنامج خطوة بخطوة. أطفالنا والتلفزيون والسوشيال ميديا، ده موضوع حلقتنا النهاردة، وهنناقش من خلاله إيه هو السن المناسب لمشاهدة التلفزيون وكمان السمارت فونز، وإيه تأثير مشاهدة التلفزيون بدري على الطفل، وإيه خطورة مشاهدة الأطفال لقناة طيور الجنة وكمان قنوات الأغاني والكرتون، وأخيرا بعض النصائح للأباء والأمهات بخصوص مشاهدة الأطفال للتلفزيون. تابعونا بعد الفاصل. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نشرت مؤخرا في 2016 توصيات جديدة بعدم تعرض الأطفال أقل من سنتين لأي وسيلة من وسائل الميديا زي التلفزيون والكمبيوتر والتلفونات المحمولة وكمان ألعاب الفيديو. أما الأطفال من سنتين لخمس سنين فمسموح لهم بساعة واحدة بس أو ساعتين، وطبعا ده ما يكونش جزء من الروتين اليومي، وكمان الطفل بيتفرج على حاجة مفيدة له، ويبعد كمان عن القنوات اللي بتعرض الإعلانات لمواد غذائية ممنوعة للأطفال. أما الأطفال فوق الست سنين يكونوا دخلوا المدرسة، وبالتالي الأب والأم يوازي ما بين قضاء الواجبات المدرسية ومشاهدة التلفزيون. كل الدراسات والأبحاث أثبتت أن تعرض الطفل للتلفزيون وكمان وسائل الميديا بدري بيأخر النمو العقلي عند الأطفال، ده لأنه بيعتبر كمتلقي سلبي للكلام، وده بيعمل نوع من الكسل في نشاط المخ، والنتيجة أن الطفل بيتأخر في الكلام ويحصل له فرط في الحركة وتشتت في الانتباه وكمان سمات توحد. بتعتبر قناة طيور الجنة وقناة الكرتون المسؤول الأول عن المشاكل النفسية للأطفال في الوطن العربي، وإدمان الأطفال مشاهدتها أدى لحدوث حالة من الاضطراب النفسي والسلوكي عند الأطفال، ده لأن البعض بيعتقد أن الطفل أما يقعد قدام التلفزيون هيتعلم الكلام، وكمان الأم ساعات بتسيب الطفل قدامها عشان تخلص شغل البيت. اللغة عشان تنمو عند الأطفال لازم تفي تفاعل ما بين الطفل والطفل التاني أو المحيطين به، وفي حالة التلفزيون وطيور الجنة بالذات بيكون التفاعل ده من جانب واحد بس. تعالوا نشوف إزاي. الطفل بيشوف ويستمتع بالإيقاع والموسيقى اللي في الأغاني والأناشيد اللي في القناة، وبيحاول يركز في التصوير اللي في العادة بيكون عبارة عن مشاهد وصور سريعة ما بيقدرش دماغ الطفل إنه يستوعبها، وشوية بقى تلاقي الطفل لازق في الشاشة وبيحاول يتابع حركات الأطفال ورقصاتهم، وبعد شهور نلاقي الطفل انفصل بقى عن الواقع وبدأ يكون مع نفسه وتظهر عليه علامات وسمات توحد، كمان فرط حركة وتشتت الانتباه. عرفتوا قد إيه حجم المشكلة؟ لازم نكون قدوة حسنة لأولادنا ونحترم وجودهم ونقعد معهم مش مع الموبايل أو الإنترنت. الأطفال أقل من سنتين ممنوع يتعرضوا لأي نوع من أنواع الميديا. لابد يكون فيه رقابة على الحاجات اللي الأطفال بيشوفها في التلفزيون أو على النت، والتلفزيون لازم يكون في مكان مفتوح ظاهر للجميع، وممنوع تحط التلفزيون في حجرة نوم الأطفال. لازم نعود أطفالنا على القراءة ونشجعهم عليها، وطبعا ممارسة الرياضة لابد تكون جزء أساسي من الروتين اليومي للطفل. لازم يكون فيه وقت مخصوص لكل أفراد الأسرة يقعدوا مع بعض ويناقشوا مشاكلهم، وأثناء الوقت ده لازم تكون كل التليفونات مقفولة، والأسرة لازم كلها تتجمع وتقضي وقت سعيد مع بعضها، والأفضل بره يكون بره البيت في الحدائق والمتنزهات. وأخيرا التكنولوجيا الحديثة لها مميزات وعيوب، عاوزين ناخد من المميزات على قد ما نقدر ونبعد عن أضرارها على أطفالنا وشبابنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من برنامج خطوة بخطوة. إن شاء الله التلات الجاي حلقة جديدة وموضوع جديد. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك ومشاركة ليه عشان كل يستفيد، وكمان تزوروا موقعنا على الإنترنت وصفحتنا على الفيسبوك. ألقاكم الأسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.